مرحبا يا شباب، اليوم رجعت لكم بفيديو جديد عن لعبة محاكي الباصات. مثل ما شايفين طبعا بدنا ناخذ الركاب من منطقة لمنطقة، ورحلتنا شوي طويلة فيك تقول. وبصراحة اللعبة نزلت جديدة يعني، فخلونا نجربها سوا نستكشفها ونشوف شو فيها أمور وشغلات. الأمور طيبة. يلا يا شباب، حاليا خلينا نروح على الباص، أو بالأحرى خلينا نشوف الركاب اللي بدنا نطلعهم معنا بالباص، نشوف إذا البطاقات تبعهم والتكت والشغلات الأمور تمام، كله نظامي ونطلع. لازم نشغل اللافتة. ثواني. أوكي، دورتموند رايحين. دورتموند هلا بنشوف الشباب. أوكي، نعمل لوجعين. Auf geht's. شو في معنا عالم هون خيو؟ ما في غير هذا معنا. لازم افتح لهم الباب يا زلمه. لا اله الا الله، افتح لهم الباب يا زلمه. Maybe you could open the. لا لازم افتح لهم الشنطة تبعت الشنطة، لازم افتح لهم تبعت الباص. قول لي هيك. Grüezi, bin ich hier richtig? بضلة لا تؤاخذيني هيك. Hallo, ich benötige noch ein Ticket für die Hallo, ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. وين هاي دورتموند؟ دورتموند يلا فرجيني التيكت. دانكي شو. لا الباص. غريتسي. هات لشو. لا. هلو. هات لشو. امور شو. فيلن دانك. لا. غريتسي. هيس ماي تيكت. اكسبريس تشيكين. دانكي. اوكي تفضلي. هلو. هيو ماي تيكت. اكسبريس تشيكين. فيلن دانك. تفضلي. Grüezi, hier ist dein Ticket. Danke. Tschüss. Grüezi, hier ist dein Ticket. Aizin Express. Hallo, bin ich hier richtig? Tschüss, Habibi, tschüss. Salut, fahren Sie in meine Richtung? Okay, tschüss. Grüezi, mein Ticket. Vielen Dank. Tschüss. Hallo, mein Ticket. Danke. Tschüss. Tag, ich hoffe, ich bin hier richtig. Und Sie, Kamal? Cool. Tschüss. Da, Yalla, ya Shabab. Sekker lil Amor. يلا يا رب يا الله يلا يا حبيبي. اطلع 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 يا رب يا رب. امورنا طيبة اليوم بإذن الله. اعطيني طريق لك، اعطيني طريق يا حرق يا زلمة يا زلمة. قوم يا زلمة. لا شاكك لي جاي طحش يا رجل. اللي بده يفتح تمه ترى بدي قص لسانه. ها روق العيد يا عمار. قوم يا زلمة. قوم يا زلمة. سونتاكس فاقة. قوم هيك قوم هيك. اطلع يا رب يا الله. اطلع يسار اعطيني غماز يا رب. يلا سلام اعطيني غماز يمين. اطلع يمين اعطينا الملخص. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot.
Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt benutzen. Klar, wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mit... Tamam, خالص الأمور. Klar. يلا يا حبيبي يلا نوصل الشباب على ما تسكر يلا نوصل الشباب على المنطقة المطلوبة عندنا 178 كيلو متر خلينا نمر على محطة البنزين بس سكر تمك ولا كلمة ها فوت على محطة البنزين شوف بنزين بالزمنة ولا لا وين بنزين خيو بيطلع يا الله شقد بدنا نعبي فول لي حبيبي فول لي شكرا ذكير انترو خالصة دور راح اطلع لين تمام يلا دور يا رب طلع يا الله يا الله دربنا مفتوحة ان شاء الله يا الله يا الله طلع شوفوا لي الباص الأسطورة ولا شيء على العالم وقف لي هون خيو شوي لنشوف الواي فاي والامور كلها شغالة قبل ما نكفي قبل ما نطلع على الطريق الطويل عشان فرجينا الواي فاي كله شغال دبليو سي الباب مسكرة بتكون مكيف هاي مكيف 165 يلا طيب لا طعنه من البرد شغل لي هاي شغل لي هاي الراديو ما بدنا الامور كلها لوز يلا على بركة الله روح يا حبيبي يا رب شكرا يا مزوي morgen habe ich eine erkältung نسيت وكولد قول له برده خرب بيتك طفي كل شيء طفي ولا أسين طفي تكرم عيوني يا الله يلا يا شباب تفضلوا شفيريت الباصات منيح اللي جايب معي فنجان قهوة يا لطيف احلى السواقة هيك بالهدوء يا لطيف على الجو وعلى الاجواء وعلى الشجر وعلى الشمس وله ثبت لي السرعة خيو لا وقف بطئ شوي بطئ لانه هلا بصير يطبطب بيعملوا لي عرس بطئ ايوه هلا ثبت لي السرعة 90 لا 80 خيو خلينا مشان ما يقولوا مقصرعين بالطريق يلا يا حبيبي يا سلام يا سلام على الفخامة رحلتنا طويلة 152 كيلو متر فبدها شوي يعني قاعدة
بس اكيد بقصص منها شوي. 150 كيلومتر الحقيقة كان لازم ما يحسوا بقسوة الطريق، ما يحسوا بالمشوار انه متعب. ففاتح لهم واي فاي، فاتح لهم الامور كلياتها، معهم خط اخضر، كرت اخضر عفوا مو خط، بيقدروا يعملوا كل شيء. شو يلا وصلنا، وصلنا على اللفة. اعطيني خلينا نخفف شوي شوي. خفف حبيبي خفف، اعطيني غماز يمين. يا الله يا رب. اطلع 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 اطلع. Ist das hier so kurvig oder fährt er wie ein Bekloppter? Das Behavior. Behavior شوي يعني يعني الإشارة. طلع الاتستراد، طلعنا الاتستراد عليها. يا الله. يا الله. يا الله تكون معنا بالعون. تيسرنا الطريق. السرعة 70، ثبت لي على 65، يلا هيك، طيب أمورنا لوز. اطلع حبيبي اطلع. بدنا نفوت هلا على الطريق السريع. اعطيني غماز، اعطيني غماز يسار. يا لطيف يا لطيف، بس ادعس ادعس. الطريق 100 ماشي 50 يا زلمه يا زلمه. اطلع من هلا ورايح انا ابو سطيف. بالالعاب هذول شاحنات باصات مزرعه، مزرعه ان شاء الله قريبا جاي على الطريق. ابو سطيف، مزرعه ابو سطيف وباص ابو سطيف وشاحنه ابو سطيف. دوبل 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 خيو. يا الله يا رب. السلام السلام عليكم، هلا بالشريك. طريق الاوتوستراد مفتوح، ارجع اليمين، ارجع ارجع ارجع، نعطي مجال للسيارات، ارجع. قول لي قول لي القوانين، كل شيء على القانون، كل شيء على القانون. غماس نطلع يسار يمين، من دوبل بنظبط من شكلس بنفوت بنطلع. دير بالك دير بالك، الله يجيرك. نمشي كله على القانون خيو، ما في احلى من هيك. 100 ماشي 101 ما مثل هذا يعني، انا ماشي شي 90 قول لي راح. عبينا بنزين احنا، أمورنا طيبة؟ آه لطيف، عم نطحن على الخط. أمور لوز اللوز. دوب اللي هذا، دوب اللي هذا. يلا ما ضل كثير، رح نوصل يا شباب، رح نوصل رح نوصل. دوبل 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 دوبل. دوبل قول لي في تسليحات تسليحات تسليحات. خفف 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 يا الله يا الله. تسليحات وكذا وبراد وشلات وعمال. طلع في مداحل جوا عم يشتغلوا. يا لطيف قول لي. Also so eilig habe ich es jetzt auch nicht. Sackert immer voll auf der Wache, wenn ihr mal Bescheid macht. Ja, Allah. طب ليه ماشيين على اليسار؟ اطلع يا بنت اطلع. شنو في تصريحات؟ مكان لازم ما يوجهوا لي انذار يا شباب.
بس وجهوا لي انذار بصير الشيء مو طبيعي، بصير غلط، يكتبوا لي اياها بال تتسجل علي يعني. هلا هذا الخط الاحمر على الخريطه هو التصليح، اللي بعده بصير الامور طيبه تمام. خفف 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 خفف. اوعى 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 الهيدا يلا الهيدا. هلا ادعاس 100 كفي طريقنا يا رب. يا رب ما ضل كثير. يلا احلى شباب. دوبل 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 دوبل. السلام عليكم. يلا بيطلع له دوبل يا اخي. ما اودي شو ايوه انا معي باص يعني شو فكر. اللي هذا والله هذول مخالفين الشباب اللي هم فطور الشرطة. في حدا ورانا؟ شكله ما في حدا. دير منتوت من هذا من على الخط هذا شوفوا على اللافتي مكتوبة على جهة اليسار الأغلب. ايه على جهة اليسار هيك نضل على الخط اليساري. هون عم المفرق هذا غير مدينة بياخذنا فنحن نضل مكفين طول الاكسترات ساحبين. يا الله بدها تركيز يا شباب والله اذا بتطلع هيك ولا هيك بفوت بالحيط. لازم الواحد يطلع عينه على الطريق. يا الله يا الله يا الله لازم نروح يمين رحنا بالغلط والله ماني شايف. يا رب اطلع 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 اطلع. خلصنا الطريق السريع صرنا بالمدينة حاليا. شو هاي ضيعة تقول يا رجل؟ نطلع يسار هلا من هون يسار. اطلع يسار حظنا حلو. يا الله يا رب اطلع. السرعة 50 شيء رجع رجع على 50 هلا بيعطونا مخالفة. ثبت لي السرعة 48 بس سو إشارة 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 إشارة. يا بالسلام عليكم. بس بس وقف عندك. اطلع 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 بضع عينك. خنق الباص يا هلا هلا مزبوط لانه كنت عم بعطيه على العالم.
اطلع اطلع ما بدنا اشاره اطلع. يلا وصلنا 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 ما ضل شيء. خليك على اليمين عادي حبيبي الاشارات ما بتس. قول لي الشغل. اشترينا علبة مشروب طاقة من هون. اطلع يمين اشارة خضراء. اطلع 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 يمين اطلع يمين. هاي وصلنا هون على المحطة. تفضلوا. وصلنا وصلنا. افتح لي الباب. تفضلوا عيني تفضلوا. ان شاء الله انه استمتعتوا بالرحلة. قول ان شاء الله انك استمتعت بالرحلة يا ام طائية. قول لي ليش قاعدين هيك انتو؟ ايه انت ضل ضل من باص لباص صح؟ ضل من باص لباص لا تهدى. ليش عم تنط؟ ليش عم تنط كلك؟ ايه خليكم قضوا صارحين بالباصات. ايه لا تهز براسك لا تهز براسك. ايه عم بحكي معك. ايه طلع فيني عم بحكي معك. قول لي هيك انا حط عينك بعينه. لا تبتسم له لا تبتسم له هيك طلع عليك شوف. يي ريتك اصلا ببوسه. المهم شوفوا لي الباص يا شباب شيء شيء على العالم. سكر لي الشباك لاني طبشت. الباب عفوا. اوكي خلينا نسجل خروج حاليا من التطبيق مشان يجينا المكافآت والمصاري والشغلات. وصلناهم على المحل شو. يلا يا حبيبي هات لنشوف. بالله والله عندنا شيء. هو عندنا غلطة ناقص ستة والله ما بعرف شو بتصير بس اعطونا منيح. اوكي شباب هيك بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا لليوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوا لعبة هالباصات وشلون طريقة اللعب تبعها وهيك. وبتمنى تحطوا لي اشتراك للمقطع وتفعلوا جميل. اوكي شباب هيك بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا لليوم. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله تكون اللعبة كمان عجبتكم. لا تنسوا تحطوا لنا لايك للمقطع اذا عجبكم. تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. كان معكم جاد من قناة جاد جيمنج. احبكم جميعا الى اللقاء.